اجتماع مصري أمريكي ليبيا عاجل في مصر، بننشر لحضراتكم التفاصيل. وعاجل أحدث مقاتلات الجيش المصري تظهر في سماء الإمارات، وعاجل غواصة للكيان الصهيوني دخلت مياه قناة السويس، بننشر لحضراتكم التفاصيل. وضربة عظمى من الداخلية المصرية، ننشر أيضا لحضراتكم تفاصيل الخبر في الفيديو. ومصر ترد رد عاجل على عودة العمرة للسعودية دون المصريين. وفي خبر عاجل، الداخلية المصرية تكشف حقيقة عثور شخص على جثة طفلة دفنت حية قبل 9 أعوام. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك الأخبار أول بأول. عاوزين نوصل لألف أعجبني على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. واجتماع مصري أمريكي ليبي عاجل في مصر. أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا أن السفير والمبعوث الأمريكي الخاص في ليبيا ريتشارد نورلاند سيلتقي في مصر بقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر. وأفاد حساب السفارة الأمريكية في ليبيا في موقع فيسبوك بأن نورلاند يزور القاهرة يوم 10 و11 أغسطس الحالي للقاء مسؤولين مصريين وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر كجزء من الجهود الأمريكية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة في ديسمبر. أوضحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا أن السفير نورلاند يواصل على غرار الاتصالات الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسة التركيز على المطلب الملح لدعم التسويات الصعبة للأزمة لإيجاد القاعدة الدستورية والإطار القانوني المطلوب الآن من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر. السفارة الأمريكية قالت أن أمريكا تدعم حق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية حرة ونزيهة، وتدعو الشخصيات الرئيسية لاستخدام نفوذها في هذه المرحلة الحاسمة للقيام بما هو أفضل لجميع الليبيين. المصدر معانا كامل السفارة الأمريكية في ليبيا. نخش في الخبر الثاني معانا، وعاجل أحدث مقاتلات الجيش المصري تظهر في سماء الإمارات. أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ فعاليات التدريب الجوي زايد 3 بين القوات المصرية والإماراتية، والذي يتم تنفيذه بدولة الإمارات وتستمر فعالياته لعدة أيام. ونفذت خلال الفترة الماضية عدد من طلعات التدريب على مهام العمليات بين القوات الجوية المصرية والإماراتية لتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة وتبادل الخبرات بين الأطقم الجوية لكلا الجانبين. كما شهد رئيس أركان القوات الجوية المصرية ورئيس هيئة الأركان القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين مصر والإمارات إحدى مراحل التدريب لسير العمليات الجوية بدولة الإمارات، والتي تضمنت قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ طلعات مشتركة للتدريب على مهام الهجوم على الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية وقيام بأعمال المعاونة الجوية للتشكيلات البرية. وظهر خلال الأنشطة التدريبية المنفذة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راق واحترافية عالية في تنفيذ كافة المهام، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات الجوية لمصر والإمارات من إمكانيات بشرية وفنية واستعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك في مختلف الظروف. التدريب بيهدف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية، وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف المختلفة لدعم جهود الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة. مصدر معانا كامل اليوم السابع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. وطبعا العلاقات المصرية الإماراتية علاقات متميزة جدا، علاقات أخوية،
علاقات يعني حتى في الاقتصادية في أعلى مستوياتها. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل: غواصة تابعة للكيان الصهيوني دخلت مياه قناة السويس حسب وكالة نور نيوز وآرتي. أفاد موقع نور نيوز الإيراني بأنه تلقى معلومات حول دخول غواصة تابعة للكيان الصهيوني من نوع دولفين لمياه قناة السويس في البحر الأحمر. حسب الموقع فإن الغواصة دخلت مياه قناة السويس بشكل سري بالتزامن مع مدمرتين تابعين للكيان الصهيوني أيضا ترافقان الغواصة على الأرجح، ولم يكشف الموقع عن مزيد من التفاصيل. يذكر أن الكيان الصهيوني كان قد أرسل غواصة دولفين إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر، وهي عبرت قناة السويس في ديسمبر الماضي حسبما أفادت وسائل الإعلام للكيان الصهيوني في الوقت الحالي. وكانت التقارير الإعلامية تتحدث عن عبور الغواصة لقناة السويس على أنه إشارة موجهة لإيران، وذلك على خلفية التوترات في أعقاب اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاد في أواخر نوفمبر 2020. المصدر معانا كان من نور نيوز. طبعا يعني العلاقات بين الكيان الصهيوني وإيران في الوقت الحالي علاقات متوترة جدا، يعني بينهم مناوشات على خفيف. يعني مثلا إيران تقوم بضرب سفينة نقل بترول أو نقل غاز تابعة للكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني يقوم بضرب سفن لإيران، فما بينهم زي ما تقولوا يعني تاتش، لمسات كده خفيفة، يعني مش حرب حقيقية ولكن الأمور متوترة الآن. ننتقل مع بعض لخبر آخر: وضربة عظمى بالداخلية المصرية، وتمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط أكثر من 5 ملايين قرص من عقار الكبتاجون المخدر تقدر قيمتها بحوالي 180 مليون جنيه. ووفقا لقوات الأمن تم ضبط الشحنة داخل مركب قادم إلى ميناء الإسكندرية البحري كان في طريقه إلى إحدى الدول. وأشار قوات الأمن إلى قيام عناصر تشكيل عصابي بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل أحد المراكب، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول مركب قادم من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحري. وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والجهات المعنية بقوات المسلحة، تم استهداف المركب المشار إليه وأمكن ضبط عناصر التشكيل 15 شخص 14 منهم يحملون جنسية إحدى الدول. وبتفتيش المركب تم ضبط عدد 36 اسطوانة أكسجين بها كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر بلغت حوالي 5,132,000 قرصا. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بجلب المواد المخدرة المضبوطة بحساب 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول لإعادة تصديرها إلى إحدى الدول مقابل مبالغ مالية. هذا وتقدر قيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 180 مليون جنيه تقريبا، أي يعني في حدود 11 مليون دولار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. مصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. تحية طيبة لوزارة الداخلية المصرية على هذه العيون الساهرة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وفي خبر عاجل: الداخلية المصرية تكشف حقيقة عثور شخص على جثة طفلة دفنت حية قبل 9 أعوام. قالت أجهزة وزارة الداخلية المصرية إنها تمكنت من كشف ملابسات ما تم نشره على السوشيال ميديا بشأن عثور شخص على جثة طفلة مختفية منذ 9 أعوام بعد أن دفنت حية. وكان أحد الأشخاص قد نشر خبرا حول العثور على الطفلة التي دفنت حية وفقا لروايته بسبب خلافات على قطعة أرض بمنطقة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، ما أدى إلى خلق حالة من القلق لدى المواطنين. وبالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره، حيث لم يتم تحرير أي محاضر أو بلاغات بوقائع مماثلة. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد ناشر الخبر، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ.
وبعد تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبطه. وبمواجهته أقر بقيامه بنشر الخبر المشار إليه دون التأكد من صحته بغرض تحقيق نسب مشاركة عالية على صفحته. مصدر معانا كان من القاهرة 24. ويعني هذا الخبر ينبهنا لحاجة مهمة جدا، لأن مش أي حاجة نشوفها يعني نشيرها خلاص. أي خبر يعني ملفت، أي خبر تم تأليفه من قبل وحي خيال المؤلف، ما ينفعش نشارك أي خبر بدون الرجوع للمصادر. يعني نرجع للمصادر، يعني نرجع لوكالات الأنباء، نرجع للمصادر المهمة اللي احنا يعني واثقين فيها انها بتنشر اخبار حقيقية وليست كاذبة. تلفزيون، الجرايد، وكالات الانباء على الانترنت، يعني الناس اللي حضراتكم واثقين فيهم. مش اي حاجة تعجبنا على الفيس تحمل اخبار قد تثير بلبلة في المجتمع نقوم مشهرينها. فأتمنى يعني إن احنا ناخد بالنا من حاجة زي. ننتقل مع بعض لخبر آخر، ومصر ترد رد عاجل على عودة العمرة للسعودية دون المصريين. قال عضو غرفة شركات السياحة في مصر باسل السيسي إن المملكة العربية السعودية نشرت شروط تقدم الأفراد للعمرة من مختلف الدول، ولكن لم يتم ذكر مصر بين الدول التي نشرتها السعودية. أكد باسل إن المستقبل سيشهد وجود مصر بين هذه الدول، ولكن لا يوجد وقت محدد حتى الآن، وهذا سيكون وفقا للوباء. وأضاف باسل خلال تصريحات تلفزيونية أن عدد المعتمرين سيكون 20,000 شخص حتى يصل إلى 60,000 شهريا، بإجمالي 2 مليون شخص. وستوجد إجراءات احترازية مشددة، أي معتمر هيقعد 3 أيام إجباري في الفندق حتى لو ما عندوش حاجة عشان يتم التأكد إن ما فيهوش أي أمراض. وأسعار العمرة هتغلى عشان الإجراءات قبل المغادرة والوصول، وهناك وثائق تأمين أثناء الرحلة، فضلا عن أن التسكين في الفنادق سيكون بأعداد أقل، وده كله هيضاعف تكاليف العمرة. أوضح عضو غرفة شركات السياحة أن الدولة المصرية ستعلن الضوابط الخاصة بالعمرة عندما تسمح السعودية للمصريين بالسفر إليها لأداء العمرة، وسيتم نشر الضوابط لتعريف المواطنين قبل أن يسافروا. وسمحت السعودية بحج نحو 60,000 شخص فقط في الموسم الماضي لتجنب الوباء، خاصة أن الحجاج يأتون من مختلف بقاع الأرض. المصدر معانا كان من الوطن. ربنا يرزقنا ويرزقكم إن شاء الله نحن نأدي العمرة. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم متقلتش عليكم إن شاء الله. وكان معكم إسلام الأمير على قناتكم وصفحتكم مصر ميديا أي إبيزا. كنت تشوفني على الفيسبوك أو على اليوتيوب، إن شاء الله أشوفكم قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.